بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عبارة إذا أنت قلتها قبل أن تبدأ بأي شيء. قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: حق علي أن أتمم له جميع أموره، أنا أتكفل بإتمام جميع أموره التي بدأها في البيت، في المنزل، في العمل، في أي مكان، وكذلك أبارك له في جميع أحواله، أي أني أضاعف له الأجر، أضاعف له الرزق، أضاعف له العافية، حتى يكون معروف بالبركة. وأنت إذا لم تبدأ بهذه العبارة، هنا القضية تكون خطيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: من لم يبدأ بهذه العبارة كان عمله أبتر، كان عمله أبتر، أي أنك لا تتم أو لا يتم لك أمر، ولا يبارك الله سبحانه وتعالى لك في حال، ينتهي. لا يتم لك أمر ولا يبارك لك في حال. ما هي العبارة؟ رجاء استمع. ورد في كتاب تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال الإمام علي عليه السلام: إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: بدأ عبدي باسمي، وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. بمجرد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تخرج من البيت، أول ما تصعد السيارة، أول ما تفتح الباب، أول ما ترجع إلى البيت، أول ما تبدأ بمشروع، أول ما تدرس للامتحانات، أول ما يأتي وتريد أن تذهب لبيت خاطب أو يعني للخطبة لولدك، تريد أن تذهب لخطبة فتاة، تريد هي سمعت بخاطب قد أتى فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل حياتك، سواء في التجارة، في العمل، في أي شيء، في العبادة، في الطاعات، قل بسم الله الرحمن الرحيم. بل وجدنا أن العلماء يقولون بأن حتى في العبادات الذي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اليوم أنا مثلا قرأت ثواب هذه الصلاة، ويعني بدأت أن أريد أن أشرع بهذه الصلاة، لم أقل بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلت على الله وقمت لهذه الصلاة، عندما أردت التوجه لهذه الصلاة لم أقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الصلاة أعرف كل المعرفة بأنك لن تستمر عليها، هذه العبادة المستحبة لن تستمر عليها، هذه العبادة سوف تنقطع في يوم من الأيام، لأنه ببسم الله الرحمن الرحيم تنزل الرحمة في حياتك وتتم لك الأمور ويبارك الله سبحانه وتعالى في أحوالك. عرفنا الآن؟ وإذا لم تقل هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم فعملك أبتر، والأبتر بمعنى الذي لا يصل إلى مبتغاه أبدا ولا يبارك له الله سبحانه وتعالى في أحواله. فقال الإمام العسكري عليه السلام عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: بدأ عبدي باسمي، وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. يعني بمعنى أتمم له أموره في كل أمر قد مشى فيه، في كل أمر في باله أنا أتم له هذا الأمر بأحسن صورة، عمل، سفر، زواج، إلى غير ذلك، رزق، وأبارك له في أحواله، أي أضاعف له الخيرات، البركة مضاعفة. وإذا لم يقل لا، انقطع هذا العمل، لا يتم هذا العمل، لا يأتي كما تحب 100%، يأتي فيه منغصات ومكدرات، وأنت تتأمل أن تأخذ منه مثلا 100%، فإذا بك تحصل على 80%، فرحة لم تتم، يعني باللهجة العامية فرحة ما تمت 100%، لأنك لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل بسم الله الرحمن الرحيم في كل عمل من أعمالنا إن شاء الله تعالى، حتى في الكلام، في كل شيء، يعني في الطعام بالذات، لكي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه دائما وأبدا. برنامج صباحات ولائية من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.